إذن هل تعتقد بأن إيفغيني بريغوجين وبوتين اتفقا وكانت مسرحية؟ لأن البعض قال بأنها منذ البداية بأن الأمر كان متفق عليه تماما. يعني هل أنت تتفق أن الأمر كان متفق عليه من البداية أم هو جزء من التسوية أو تطور؟ هذا وارد، ولكن هناك مؤشرات عزيزي. يعني دائما هناك فرق بين التحليل والتوقع الذي يقترب للأسف في بعض المنابر إلى التنجيم. وهذا طبعا أبعد ما يكون عن طبيعة هذا البرنامج. من الواضح منذ البداية عندما تحلل شخصية بوتين وبروجين والعلاقة بينهما، وعندما تحلل ما هو دور فاغنر وأي قوات مشابهة حتى في الجانب الآخر في الجانب الأمريكي، دون ذكر يعني العديد من الشركات ربما مرتبطة ببعض الأمور في الساحة الشرق الأوسطية، ولكن دائما هذه القوات هي تقوم بمهام لا تريد القوات النظامية بأن تقوم بها، وهي تأتمر بشكل تام الدولة العميقة أو المؤسسات التي calling the shots كما يقال، هي التي تقرر أريد حربا أم سلاما وبأي اتجاه. فمن الواضح أن حتى هذه الصورة الدرامية أنه منفعل وأنه غير راضي واشتكى تحديدا على وزير الدفاع، أنظر وزير الدفاع يحمل رسالة خاصة من بوتين لمن؟ لزعيم كوريا الشمالية. هناك من يقول أن هذا نوع من التحالف، وكثيرون ربطوا ذلك بالتنسيق بالاقتراب من موقف بكين الداعم لأي ردع أمريكي صيني للولايات المتحدة وللناتو في حال التهور في دعم تايوان على غرار أوكرانيا. فهذا يشير كله إلا أن الأمر كان محكما منذ البداية، وأنها حركة يبدو أن بوتين قد خططها.